أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي منشط اقتصادي الذي نسلط من خلاله الضوء على أهم القضايا الاقتصادية المحلية. مشاهدينا، عادت قضية ارتفاع أسعار السلع إلى واجهة الأحداث على الساحة المحلية تحديدا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. هذه القضية ستكون موضوع حوارنا مع ضيفينا من وزارة التجارة، الأستاذ عبد الله المعصب مدير إدارة حماية المستهلك، والأستاذ عبد العزيز رديني مراقب المتابعة والتنسيق. ولكن قبل أن نطرح تساؤلاتنا على ضيفينا الكريمين نتابع معا التقرير التالي. أقل من أسبوع واحد فقط يفصلنا عن دخول شهر رمضان المبارك، ووزارة التجارة والصناعة تؤكد مجددا بأن إيقاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية تحت قبضة الوزارة دون أي تهاون مع المتلاعبين في أسعار هذه المنتجات الاستهلاكية. هذه التصريحات جاءت من قبل كبار المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وفي مقدمتهم وكيل الوزارة السيد خالد الشمالي. الوزارة من خلال قطاع الرقابة بوجود رأسها أخوي عيد الرشيدي قاموا خلال الفترة اللي طافت من رصد وحصر الأسعار في السوق الكويتي، وهم على مقربة ومتواجدين في كل الأسواق تقريبا من لجان ومن فرق عاملة فيها، ويقومون برصد أي زيادة مصطنعة أو غير صحيحة، والإجراءات موجودة والشباب موجودين، وإن شاء الله خلال هاليومين القادمين وزارة التجارة تعتزم بعمل مؤتمر صحفي يبين للشعب الكويتي ما هي الإجراءات المتخذة في موضوع الرقابة. قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة رصد جميع أسعار السلع في السوق المحلي، وحرص على توفير السلع والمواد الضرورية بأسعار مناسبة لكافة المواطنين والمقيمين. نحن متواجدين وقاعدين نشتغل على قدم وساق بأن نكون موجودين في كل سوق، في كل تجمع تجاري، نراقب الأسعار عن قرب، لكن في نفس الوقت إذا شاهد أي مستهلك زيادة في السعر غير طبيعية أو زيادة في الأسعار الموجودة للسلع داخل الكويت، وفرنا كل قنوات الاتصال، يستطيع أن يتقدم بشكوى من خلال 135 الخط الساخن، وكذلك من خلال مراكز وزارة التجارة المنتشرة على خريطة دولة الكويت لتقوم بدورها. تأتي هذه التطمينات بعد مرور أسابيع قليلة من إصدار وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قرارا يقضي بتجميد كافة أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار خدمات توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم في دولة الكويت. طيب بداية مشاهدينا خلوني أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ عبد الله المعصب مدير إدارة حماية المستهلك، أهلا بك معنا، وأيضا الأستاذ عبد العزيز رديني مراقب المتابعة والرقابة التجارية، أهلا بك معنا. طيب بداية مشاهدينا، حماية المستهلك وغلاء الأسعار قضية، ونحن بالفعل مع اقتراب شهر رمضان أعاذه الله عليكم باليمن والخير والبركات. نبدأ بالسؤال للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، ما طبيعة وحجم الصلاحيات الممنوحة لإدارة حماية المستهلك، وأيضا ما هي آلية عمل إدارة حماية المستهلك، الأسس التي تحكم علاقتها مع سائر الإدارات والجهات في وزارة التجارة؟ مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية على هذه المقابلة ومشكورين. بالنسبة حق حجم عملية حماية المستهلك الإدارة، احنا طبعا نعمل تحت قانون معين، قانون 39 على 2014 اللي هو ينظم جميع القوانين والقرارات الصادرة. آلية عملنا تختلف، احنا عندنا طال عمرك نشرف، نراقب، نؤدي خدمات، نطلع تراخيص، عندنا مفتشين، عندنا آلية عمل، نحرر محاضر،
قد تصل إلى إغلاق محلات، نراقب الأسعار. فيعني حجم الصلاحيات الممنوحة لنا واسعة بحكم القانون المفوضين فيه احنا نطبقه، اللي هو 39 اللي هو 39 على 2014 اللي هو فوض يعني وزارة التجارة بمراقبة ومتابعة التراخيص والوقوف على الأسعار وضبط المحاضر يعني بشكل عام. طيب السائر الإدارات والجهات في وزارة التجارة، كيف الأسس، كيف تحكمها إدارة حماية المستهلك والعلاقة بينكم؟ يعني إدارة حماية المستهلك لها عدة علاقات مع الإدارات في الوزارة داخل الوزارة، وحتى لنا بعد علاقات بعد مع خارج الوزارة مع وزارات أخرى مع هيئات أخرى. إحنا يعني نصدر تراخيص، نتعامل مع إدارة الشركات في حالة التصفيات العامة للمحلات. هذا كقطاع من وزارة التجارة، كقطاع يعني احنا اسم القطاع ما ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. احنا نتعامل مع القطاعات الأخرى في الوزارة بحيث ان احنا نكون يعني منظومة متكاملة، لان احنا نسأل لان داخل علينا رمضان وراح تكون في شكاوى وغلاء الأسعار. طيب دعني انتقل بالسؤال للأستاذ عبد العزيز الرديني. دور إدارة الرقابة التجارية أستاذ عبد العزيز في تحقيق أهداف وزارة التجارة المتعلقة بالأسواق، أسعار السلع، الخدمات المعروضة، وراح أقول كأي مواطن كويتي أو مقيم على أرض دولة الكويت دائما نرى اختلاف في نفس السلعة من مكان لمكان. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك وأمسي على إخواني المشاهدين. طبعا ما يخفينا على جميعنا دور وزارة التجارة والصناعة خاصة في متابعة الأسواق وأسعار السلع والخدمات المعروضة بصفة عامة دور كبير مهم جدا، لأن دورها أول شيء العمل على منع ارتكاب هذه المخالفات من خلال شنو التفتيش المسبق عليها وتطبيق قرارات والقوانين الوزارية بحق التجار أضعف النفوس للأسف. أنا أقول يعني البعض مو الكل طبعا أكيد، لأن هذه الدرجة الثانية. والثالثة هي إرشاد المستهلك وتوعية المستهلك ما هي القرارات الموضوعة من قبل الوزارة، وإيجاد طمأنينة حق المستهلك أن في رقابة تجارية وراك هي قاعد تطبق القوانين بحيث أنه ما حد يقدر يستغل المستهلك بأي من أي جهة. أستاذ عبد العزيز لنكن شفافين أكثر، أنت كأستاذ عبد العزيز الرديني وحضرتنا هنا من خلال تلفزيون دولة الكويت، هل تشعر بالفعل أن المستهلك في حالة من الحماية أم مجرد أن التفتيش يحدث تغلى الأسعار، تنحط أسعار ثانية، تختلف الأسعار من مكان، خاصة سبحان الله في المواسم الأعياد شهر رمضان الفضيل؟ بصراحة اللي يقوم فيه يعني الأمانة إخواني المفتشين دور كبير، بس أنه ممكن المواطن ما يشعر فيها. ليش؟ لأن حملات تفتيشية راح تكون مفاجئة حق الأسواق. هذا عمل إداري يكلف فيه المفتشين يقومون فيه، يعني المواطن ما يدري ان الوزاره شنو قاعد تعمل، عمل جبار بالتأكيد نحن كبير. لا نعلم. اوكي، فاحنا نوصل المعلومات هذه حق المواطن، ترى في اسعار مرصوده، في مخالفات مرصوده وموجوده محاضر كثيره عندنا. المستهلك يفترض عليه هني هو لازم يكون له دور كبير في الموضوع، انه يبلغ يعني توعية. انه يكون واعي شنو نوع المخالفات، يعني في بعضهم يشوف المخالفه حتى لو يدري ان هذه مخالفه يخليها ويمشي ما يبلغ. يعني احيانا لك تعليق استاذ يعني اخوي عبد العزيز، بالعكس كفى ووفى، لكن ايضا تقع مسؤوليه التوعيه بعد على المستهلكين. طيب من الذي سيوعي المستهلك؟ يعني انا ادخل الحين جمعيه او سوق او سلعه، انا من وين راح اعرف ان هنا في مخالفه؟ يعني شو اللي راح يوعيني انا كمستهلك؟ هل انتم تحطوا نشارات في المكان؟ والله احنا احيانا احنا دائما طال عمرك اداره حمايه المستهلك نسوي يعني نوع من الحملات التوعويه، وقمنا فيها مع باشتراك مع وزاره الاوقاف، سوينا اعلانات في المطارات، ايضا قمنا بحملات في المطارات مطار الكويت مطار الكويت يعني سوينا فيه حمله، وايضا بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي. فإدارة حماية المستهلك تعرفين دولة التعاون يسمون الأسبوع الخليجي للتوعية، فإحنا بالاشتراك معاهم نحاول نوعي بقدر ما نقدر بقدر الميزانية المرصودة عندنا، إن إحنا ننزل للأسواق ونسوي بروشورات، وسوينا أيضا حاليا طال عمرك إحنا شغالين إن إحنا ننزل في المجمعات التجارية
ونحط لنا بوثات مكاتب لاستقبال، راح ننزل حق يعني حق المستهلك، استقبال الشكاوى ننزل حق المستهلك، نجي له احنا، انت في المجمع راح ننزلك في المجمع احنا كتوعيه، يعني كتوعيه كاستقبال شكاوي. حتى وصلنا بعد ان شاء الله مستقبلا راح نصدر تراخيص في المجمعات، بدل ما تجلس الزحمه عندنا في المراكز راح ننزل احنا حق اللي يعني حسب الخطه الموجهه لنا ان احنا ننزل حق المستهلكين في اماكنهم، يعني في المجمعات التجاريه حاليا ان شاء الله في افكار يعني طبقت في مجمعات مجمع الافنيوز طبقنا فيه، وان شاء الله احنا شغالين على المجمعات الاخرى. هذه من ضمن الخطه التوعويه للنزول مثل ما تفضلتي لنشر الوعي الاستهلاكي. انا ما ارجع حق سؤالك اخت هدى حنان، ان هدف الوزاره الرئيسي، طبعا الهدف الرئيسي اللي يركز عليه هو حمايه المستهلك نفسه من جشع او ما يصيبه من ضرر من خلال بضاعه فاسده، من خلال السعر مرتفع، هذه كل الامور، هذا هدف الرئيسي للوزاره. عشان كذي احنا سنينا القوانين، افضل ما تفضلت فيه في بدايه الجشع طبعا لا موجود، احنا ما ننكره موجود، يعني موجود موجود يعني. واحنا نحاول قاعد يعني نقضي عليه، يعني بالقوانين الموجوده قوانين صارمه عندنا جدا. نعم، فخطوات ان شاء الله يعني قاعد تطور اول باول، يعني فان شاء الله المستقبل الافضل ان شاء الله، وان شاء الله نشهد هذه الطفره او يلمسها المستهلك في العموم في اي مكان، ويجب ان تكون هناك رساله في الاعلام. هو ان شاء الله راح يلمسها خلال رمضان هذا خاصه، يعني عقب صدور قرارات كثيره من ضمن تحديد الاسعار راح نتكلم عنها ان شاء الله في بعض الاسئله الجايه. طيب، في هناك الدور دائما تكون منوطه به جهات معينه، ما الدور المنوط باللجنه المشكله حديثا برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك أستاذ عيد الرشيدي، وهل يتعارض دور هذه اللجنة مع دور إدارتي حماية المستهلك وأيضا الأسعار؟ طبعا شكلت اللجنة هذه في قرار 148/2016. مهمة اللجنة هي تفعيل طبعا الدور الرقابي اللي تقوم فيه إدارة الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك في سبيل مراقبة الأسعار ومتابعة الأسعار وضبط أي مخالف واتخاذ كافة الإجراءات. طب أستاذي، كيف لي أن أضبط مخالف؟ الحين مثلا أنا حاطين قلم بسعر كذا، هل يعقل لي أنا كمستهلك أني أنا أراقب اللي أنتم منزلينه في كل مكان، أم يجب أن يكون هناك مراقب أكبر من المستهلك أن يكون فيه مخالفة للسعر المعروض لأي سلعة كانت؟ سؤال جيد. سؤال هذا إحنا من فترة يمكن من 3 أو 4 شهور عملنا رصد لجميع الأسعار. طيب، خاصة المواد الغذائية. رحنا المطعم، نحن نتحدث عن المواد الغذائية يعني. طبعا رحنا المطعم أخذنا المنيو، الأسعار موجودة، وثقناها عندنا توثيق كامل. الفترة الجاية راح نروح له مرة ثانية، تعال أنت منيوك اللي وثقناه سعر مثلا أي سلعة كانت دينار، ليش الحين دينارين؟ تفضل. هذا التوثيق اللي احنا عملنا فيه من خلال مفتشينا. ولا تعليق الاستاذ، انا راح اعود للمفتشين. تفضل استاذ عبد الله. بالنسبه حق السلع اللي عارفه انا ان حاليا يمكن تم تخفيض اكثر من 8000 سلعه حاليا. 8000 تخفيض السعر، تخفيض السعر 8000 سلعه في جميع الجمعيات التعاونيه والاسواق الموازيه. وتلاحظين بعض المهرجانات اللي تقوم فيها الجمعيات هي لازم ترجع حق وزارة التجارة، بالأخص حق إدارة حماية المستهلك. أستاذ عبد الله، وبدون مقاطعة وعفوا عن المقاطعة، هناك سلع في بعض المواد الاستهلاكية من جمعية لأخرى تختلف. نعم صحيح. يعني تحطوها أنها موحدة، ولكن لما المستهلك يصل للسلعة تختلف من مشرف لشامية للدسمة. صحيح كلام، صحيح كلام. إحنا نقول لك الاتحاد في لجنة مشتركة بين وزارة التجارة وبين اتحاد الجمعيات. طيب، إحنا طال عمرك وحدنا الأسعار السلع كلها. لو فرضنا يعني سلعة معينة سعرها مثلا نص دينار، نص دينار. لما تجي في جمعية معينة تلقينها ب 400 فلس، يعني إرهاد حق مجلس الإدارة. إذا هنا المستهلك يجب أن يبلغ. بس أقول لكم شغلة، اللي هو يعني ما تطوف السعر المحدد من وزارة التجارة. إحنا محددين سعر معين حق سلعة معينة نص دينار، هي ما تطوف النص دينار، لكن ممكن تكون اقل من نص دينار، ممكن تلقينا بربع دينار في جمعيه معينه وب 300 وب 400، لكن ما تطوف النص. فيها تخفيض في خير وبركه. فيها تخفيض يرجع طال عمرك، يرجع حق يعني خلينا نتكلم عن شطاره بعض اعضاء مجلس الاداره انه يمكن يفرض على بعض الشركات انه ياخذ منه
يعني ينزل في سعره، لكن ما يستطيع أن يرفع فوق السعر المعلن بين اللجنة المشتركة بين الاتحاد وبين وزارة التجارة. هذا يكون معلوم يعني حق الجميع. طيب كدور رقابي ما مدى أهمية أو بالأحرى حتمية تفعيل دور الرقابة التجارية؟ ما الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا الدور؟ وهنا أسأل، هل هناك دور للفرد من المجتمع مع جهاتكم الرقابية؟ يعني أنا مو معقولة أني أنا أروح أقول لا هما وزارة التجارة حاطين هذا السعر، فرح تحصلون طوابير من المستهلكين تؤذي أيضا حتى الصورة العامة لوزارة التجارة أو تفقدها مصداقية ما تصرح به عبر القنوات المختلفة. إحنا النقطة هذه عندنا مفتشين، عندنا تقريبا ما الحمد لله 370 مفتش طيب موزعين على جميع مناطق الكويت من خلال مراكز التفتيش، سواء هذا كعمل استاذي صح؟ لا يطلعون هذا أسواد. كعمل أنا أوافق، أنا أتحدث أسواد. عن مدى تعاون الفرد المجتمعي مع المستهلك. نعم. قصدك نعم. المستهلك تعاون المستهلك معاكم مع وزارة التجارة؟ لا في تعاون، في تعاون في، بس طبعا تعاون كبدايته الحين بدأوا شوية يتعاونون، لكن في السابق لا قليتنا شكاوى. أستاذ عبد الله عندك طال عمرك، عندنا كول سنتر أول شيء. كول سنتر، هذا كول سنتر 135 ورقمه بإمكانكم الاتصال عليه وتقديم الشكوى. هذا عن طريق نزل 135 135 دقوا عليه والله. ترى شغالين لكل المستهلكين، لكل المستهلكين المواطنين وأي واحد يقيم على أرض الكويت. هذا 24 ساعة. إذا حصل شكوى، إذا عندك شكوى أختي، عندك شكوى يعني إحنا وفرنا لك، دقين على. طبعا أحيانا يعني يكون زحمة، عندنا مراكز المنتشرة في الكويت كلها، عندنا حوالي يمكن أكثر من 27 مركز. يعني إحنا نبي حتى المستهلك يساعدنا، ما نبي لما هنا يقع السؤال. أي أنا ما أبيك أنت لما تأخذ المخالفة تقعد في البيت. يعني أنت على الأقل يا أخي يعني ساعدنا شوية، أوصل لنا. إحنا نبي نوصل لك، لكن ما إحنا عارفين، مو قادرين نغطيك. إحنا يعني تعرفين يعني العدد ما شاء الله. العدد يعني أنت عارفة يعني لكن قائم دوره. إذا جيتنا، إذا أنت مثلاً والله ما تقدر تجي يا أخي، اتصل تلفون عندنا ايضا بعد موقع. طيب يعني هل تشعرون بكل هذه الاجراءات اللي انتم تقومون فيها والمفتشين والمراقبين، هل تشعرون هنا كوزاره التجاره بتعاون الفرد المجتمعي معكم مع جهودكم؟ نعم احنا طال عمرك في السوشيال ميديا بتويتر لنا موقع، يعني يجونا في المراكز كلها، يعني عندنا احصائيات مهوله، يعني مهوله من المواطنين. يعني اذا في تعاون من المستهلك نعم ووزارة التجارة بتفعيل دوركم الرقابي. نعم طال عمرك في تعاون، لكن أغلب التعاون يكون انتقاد أكثر ما هو انتقاد أكثر من شكر، أكثر من أنه لا احنا ما نبي والله احيانا يشكرون. لا احنا شكر ما نبي، لان هذا عمل كلمه يعطيكم العافيه. لا انا مو هذا قصدي. تفضل. يعني انتقاد اكثر ما انه فعلا انه يقولون العمل قاعد يطبق القوانين. دائما تقصير في عملنا. ليش؟ لأن يمكن في بعض المستهلكين ما عنده دراية وافية في القوانين الموضوعة من قبل الوزارة. طيب. خاصة في الأسعار، وخاصة في موضوع مواضيع كثيرة. فيشتكون وخلاص. اللي يعمل يخطئ استاذ احمد، اللي يعمل دائما يخطئ. احنا يعني ما نقول احنا ما نخطئ، وما نقول احنا والله مثلا يعني مجتمع ملائكي، في اخطاء وارد الاخطاء سواء منا ولا من المستهلك، لكن احنا اللي نرجوه من اخواننا المستهلكين انه لا يتردد، على الاقل وهو بالبيت يرفع التلفون يقدم شكوى. وان شاء الله. طيب اذا تقدم شكوى كيف تتعامل هنا الاجهزه المعنيه في وزاره التجاره؟ نعم. مع ما يتم رصده وضبطه من مخالفات على صعيدي الاسعار المواصفات. اي احنا طال عمرك قاعدين نغلق محلات، قاعدين نخالف جمعيات، قاعدين نخالف اسواق، يعني مفتشين. طيب استاذ عبد الله خلينا نسال، هل الاغلاق هو الحل؟ لا هل يعني انك اغلقت المحل؟ لا انا مو قصدي، انا قصدي انك انت لا تلعب بالاسعار. يعني انت تتلعب بالاسعار بشكل مصطنع في قوانين عندنا مثل ما قال عبد العزيز. ايضا هناك مواصفات لا تنطبق. اكيد نعم طال عمرك، يعني منها من ضمنها الاستبدال حاليا، شروط الاستبدال غير الاستبدال، التخزين التخزين احنا عندنا مفتشين يطلعون، راح يؤدي الى انتهاك صلاحيه. نعم صحيح. يعني مفتشين يطلعون باستمرار على المخازن ويتم ضبط كميات، ويعني اللي عرفه يتم ضبط يعني اشياء فاسده كثيره. طبعا الاجراء المتبع في الحالات هذه كثيره، الضبطيات اللي راح تصير طبعا ضبطيات
إيه ضبطية من الكمية معينة سواء المواد الغذائية. إحنا لازم نتأكد من صلاحية المادة هذه، نأخذ العينة طبعا نوديها مختبر وزارة الصحة اللي يرد علينا مدى صلاحيتها للسلاك الآدمي، هل هي صالحة أو غير صالحة. في حال صلاحيتها الكمية المضبوطة طبعا تحرز في المخزن نفسه بمعرفة صاحب المخزن. إذا صالح السلاك الآدمي أوكي، لكن إذا ثبت أن غير صالح السلاك الآدمي يحرر فيها محضر ضبط ويحال اللجنة، وبعد اللجنة تحال إلى النيابة التجارية لاتخاذ العقوبة المناسبة حسب ما حط المشرع في بالنسبة للقانون هذا. طيب كيف تفسر للمستهلك الكريم من خلال وجودك معنا هنا، كيف تفسر ازدياد المخالفات في هذه الفترة رغم أن شغلكم واضح على أرض الواقع، المراقبين، المتابعة، حاطين كول سنتر، لماذا تفسر لي ليش قاعدة تزيد المخالفات؟ هل لسهولة العقوبة؟ هل لأن بدفع غرامة؟ يعني فسر لي ليش قاعدة تزيد المخالفة؟ أولاً العقوبة مو سهلة لأن توصل بعض الأحيان، البعض يراها سهلة يعني هي بعض الأحيان توصل إغلاق المحل لمدة شهر شهرين، إذا تكررت العملية يمكن عقوبة ثانية، إذا تكررت المرة الثالثة لوزير التجارة الحق في سحب الترخيص. سحب الترخيص بعد كم مخالفة سحب الترخيص؟ والله هذا يعني هذا راجع حق حسب المخالفات يعني مخالفات يعني تشايده جسيمه تستحق ان مثلا اللحوم الفاسده مثلا الاغذيه الفاسده. شوف الفساد دائما عمليه ميكانيزميه يعني شغاله. طب الا ترى من وجهه نظر ضيفي الكريمين ان لو غلظنا العقوبه اكثر من شهر من شهر اليس تكون من باب اوفر ان نغلظ اكثر العقوبه؟ ما طال عمرك احنا بالقانون 39 تم تغليظ العقوبات، تم تغليظهم يعني قد تصل كل شهر هني استاذ عبد العزيز. لا هذا بدايه، هذا في البدايه احنا مو احنا اللي نحدد القانون، القاضي هو اللي يحدد القانون، القاضي القانون 39 على 214 لما تطلعين عليه في العقوبات الوارده فيه يعني اشياء مغلطه كثيرا قد تصل الى يمكن الاف الدنانير. يعني اذا قبل كان 10,000 الحين وصلها يمكن 100,000 دينار، فبدت العمليه تتضخم حيل يعني بدت يعني يتشددون في القوانين اكثر الحين التجار راح يزعلون مني. لا بالعكس، بس خليني اقول نقطه معينه عن التجار، ترى على التجار يعني صراحه يستاهلون تحيه منا، يعني احنا لاحظنا حسب المعامله معاهم اكيد ليس بالتعميم يعني البعض للامانه يعني نتحدث عن البعض يعني للامانه هنا التجار هم من بلد مسلط كويت احنا ما احنا نسوي مسلط على الناس، لكن احنا دائما نحاول بقدر المستطاع إن لكن هناك بعض النفوس الضعيفة صحيح هي من يعني كلام صحيح للأسف كلام الشديد صحيح تأتي علينا بصور غير مرضية للمستهلك الكريم. طيب في سؤالي الأخير، طبعا أدركنا الوقت أنا أعتذر، ولكن ماذا عن خطة الوزارة لضمان توافر وجود السلعة، جودة السلعة، ضبط الأسعار في السوق المحلية خصوصا مشاهدنا الكريم في شهر رمضان الفضيل؟ طبعا تسمح لي عبد الله، في شهر رمضان المبارك إن شاء الله طبعا دور رقابة التجارة راح نكثف إن شاء الله حملات التفتيشية على جميع الأسواق وخاصة المراكز المواد الغذائية. طبعا أنا مثل ما ذكرت قبل شوي عندنا 370 مفتش موزعين على جميع المناطق، بالإضافة إلى فرقة الطوارئ اللي تعمل 24 ساعة صحيح. راح تقوم تسجيل جميع المخالفات خاصة على المتلاعبين في الأسعار والسعر الغذائية. طبعا الدور هذا كله العروض اللي تمت موجودة حاليا من الجمعية التعاونية وبعض الأسواق المركزية والتجزئة عروض صراحة جيدة جدا يعني العروض اصلا حتى مستخدمينها عندنا في يدزون على الموبايلات على الاتصالات. شيء جيد هذا بالنسبه حق نزول الاسعار. يعني اللي بقول ان احنا عندنا قاعده بيانات الاسعار، واللي بيسوي عرض لازم يرجع حق اداره حمايه المستهلك يسوي تخفيضات، والاخوه في الوزاره والقياديين الاخ الوكيل المساعد والاخوه ما يقصرون، اعتمدوا يعني تخفيض اكثر من 8500 سلعة بس خلال فترة رمضان. هذا خبر سعيد اي نعم. طبعا هذا خبر سعيد لكل نعم. المستهلك نعم. الكريم نعم. اينما كان كلمة اخيرة. نعم انا بتكلم بس على اخواني المستهلكين لأن في عجال بس علشان راح يكتبون علينا هم لهم الدور المهم والرئيسي في الابلاغ عن جميع ما يرونه من مخالفات
أو اي راح ننوه ان في الخط بعد 135 24 ساعه اللي ابي اوصل له ان لازم يكون توعيه ولازم يبلغون ما نبي السلبيه اي مخالفه يشوفونها لازم يبلغونا احنا لان مو عيوننا برا بس التوعيه يجب ان تزداد من قبل وزاره التجاره ايضا برسائل اعلاميه لان بتكون لنا اسهل يعني نبي يساعدونا اخوان المستهلكين يعني ساعدوهم للاخوان المستهلكين. طيب جزيل الشكر الاستاذ عبد الله المعصب مدير اداره حمايه المستهلك والاستاذ عبد العزيز الرديني مراقب المتابعة والتنسيق. شكرا لضيفي الكريمين. شكرا لكم. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل أن نلتقي بحضراتكم في الأسبوع المقبل إن لم يكن رمضان حل علينا. مبارك عليكم الشهر مقدما في أمان الله ولا تنسوا 135 خط مفتوح لمدة 24 ساعة وساعدوا وزارة التجارة كما هي تحاول أن دائما تتابع الأسعار وهناك 8500 سلعة نزل سعرها ومبارك عليكم الشهر.